اتصدرك يا حيد، انا اللي بصدرك، تنفخ علي. بسم الله. ما في شيء، الا تنتين بس دائما ما بغيت. طيب ماي جاد، هتول المصرز النهارده المصرز ده باك المصرز ده باك قسمهم هم 5 مصرز قسم على 2 لايرز السوبرفيشال لاير 2 مصرز البار تربيزيوس وديسموس وزارس الديب لاير 3 مصرز تحت التربيزيوس اللي هم الليفيدور سكابيلوم رومبويدس ماينر وميشن. تمام، عايزين نعرف بس الاول ان التاشن بتاعتهم على البول لا لا عادي. طيب نجيب هذا طبعا في الترابيزيوس الانسيشن اوف ترابيزيوس الانسيشن ترابيزيوس عكس الاورنج فينا عامل الزرق ده الازرق ده الانسيشن اوف ترابيزيوس هو عباره عن البوستيرور بوردر اوف لاتيرال ثيرد اوف كلافيكل الميديال بوردر اوف الاكروميوم اند ابر ليب اوف ذا سباين اوف ذا سكابولا ده اسمه السباين اوف ذا سكابولا الابر ليب بيدي الانسيشن اوف ترابيزيوس مع البوستيرور بوردر اوف لاتيرال ثيرد اوف كلافيكل المنطقه دي دي ترابيزيوس تروس جايه من فوق وجايه من تحت بتجمع نفسها كده وتروح على الايه على المنطقه دي يعني في جزء جاي من فوق وجزء جاي من تحت بتاخد من اول كريستال بتروبلانس والليجامنتم نيوكي وكل السيرفايكال سيفن سيرفايكال وكل الثراسك وتروح مجمع نفسها في الايه في المنطقه دي دي اول مصر ترابيزيوس المصر الثانيه اللي هي لاتيس ماسكور زاي عكسها تبدا مع لاتيس ماسكور زاي زاي اسمها كده ليه؟ لارج او بيج اورجن فيري سمول انسيرشن انسيرشن هيبقى تندو اورجن كبير ياخد من اول الى كريست وفي هنا حاجه اسمها لامبر فاشيا ياخد من لامبر فاشيا وياخد من لور 6 ثوراسيك سباين ويطلع ياخد جزء من الباك بتاع الاستابيلا جزء منها يعني وبعدين يروح على الثيرد والفورث والفيفث ريبس ويروح يمسك فين في الهيومرس فين في الهيومرس في الباي سيبيتال جروف او الانترال كيوبريكال جروف في الجريتر جريتر في عندنا تو كيوبريكلز جريتر ليسر بينهم الجروف دول اسمه البايسبتال جروف او بايسبتال او انتر كيوبريكل في في مصر المسكين اسمه دورزاي ايوه ميجور كيبز ميجور ثري ماسلز تشيست ماسل دورزاي اتش دي المنطقه دي اسمه دورزاي كيبز ميجور اوكي تشيست ماسل دورزاي تيبز ميجور بيكسرايز ميجور دول الثري ماسلز اللي اتشد لايه؟ لتسمس دورزاي تيبز ميجور بيكسرايز ميجور الثري ماسلز تمام؟ دول اول اثنين الكبار لما انا ارفع ترابيزيوس الاقي فيه ثري ماسلز ثري ماسلز رايحين للميديال بوردر اوف اسكابيلا الميديال بوردر اوف اسكابيلا تمام؟ الميديال بوردر بقسمه لجزئين في دورزال اسبكت فينتر اسيد الدوزر اسبيكت هنا فيه 3 ماسلز بالترتيب كده السباين والسكابيلا هو المفتاح بتاعي هنا ادور على السباين العين السفلى ادور على السباين الاقي فيه ماسل اتجد عند الروت بتاع السباين دي السيشن اوف رومبويدس ماين ايوه فوقيها الليفيتور تحتها رومبويدس ماين دول 5 ماسلز يبقى السباين هنا هو اللاند مارك بتاعي السباين بويدس ماينور عند الروت بتاع السباين فوق المنطقه دي بويدس ليفيتوس كاميرا وتحت بويدس ايه ميجر دول 5 ماسلز بتاعت 5 ماسلز بتاعت الباك تمام دي اول مجموعه نشوفهم بقى كده الاول على السوفت تيشو هذا قلنا بارت اوف ترابيزيات ترابيزيات سيسمك تفسير
هنا بتاخد جزء من اسم البصص ده. طب وين يكون السيشن حقه دكتور؟ في تانيوم. هيومرس. لات مستر سايد. هيومرس. بحث في الهيومرس قلنا في الفلور. وين بالضبط؟ باي سبت الظروف. ايه خلص. ما لها السيشن هي المصر الترابيزياس ماسل. الترابيزياس ماسل. تمام؟ ماسكة في السباين. أبر فورد أوف السباين. أور أوف السباين وأدي الكلافيكل. اللي هي البون الكلافيكل. دي الترابيزياس ماسل. طيب فين الكلاسمس دورزاي؟ أبر الكلاسمس دورزاي نشوف المرفأ الترابيزياس رفعتها كده هي وضع الترابيزياس أو وضع الفوتي خليه وضع صح كده. أي الترابيزياس رفعتها فين الميديال بوردر؟ أدي ميديال بوردر. وده السباين والسكابيلا عند الفرونت اوف فوت اوف سباين مصل صغيره اهي اللي هي الماينر تمام وفي مصل فوقيها الفيتوس واللي تحتها دي الميجور اندويد ميجور رومبويدس ميجور دي بقى رومبويدس ماينور عند الروت اوف السباين اللي مش مع السباين نفس اللاند مارك قدام السباين يبقى دي رومبويدس ماينور اوكي تمام ودي الميجور واللي فوق الليفيتور يبقى دي اول حاجه دي مين ترابيزيوس عرفتها اتشد الابر بورت بتاع السباين اوكي تمام ارفع ترابيزيوس وكلها دي كلها ترابيزيوس تمام ارفع ترابيزيوس الاقي فيه 3 ماسلز دول عند الاي عند الروت على السباين مين رومبويدس ايه ماينور رومبويدس ميجور طيب انزل تحت شويه احنا قلنا ان في ماسل اسمها لاتس ماسلر زاي طيب جايه منين زي ما قلنا زي ما قلنا كده جايه من تحت خالص وهي تروح فين على البايسبتوجراف هي دي شايفين اورجين وايد اورجين كثير طبعا ده كمان جزء منه بس مش كله كمان وايد كل ده الاورجين الفيشل لو ركزنا مع بعض كده تندون صغير يروح في الفضول بس ادي التندون اسمها الايه لاتسمس دورسال لاتسمس دورسال تمام معلش تصور بدي اتصورها بس اجي اصورها لازم تشوفها على قصه كبيره او تشوفها في صوره صوره مرسومه هي بتاخد اورجن كبير والاورجن دي بحاول كل مكان الحته دي كلها وتجمع نفسها في كده وتروح على الريمز اي انا ابي شلون تروح للريمز كده الجنه بص هي يعني اللي هو 6 ماس في سباين ايوه المفشه ما بتعيش كده جمع كده وعملت له جمع هنا بس هي اكبر واحده دكتور هم الاتروز زي بعض في اللحاق زي بعض تقريبا تمام يبقى الترابيز اكبر كمان الترابيز اكبر اكبر اوجن بتاعها اكبر بس الترابيز اسمع سميناها ترابيز الاثنين مع بعض عاملين زي الترابيز لما احط الاثنين الرايت والليفت ترابيز تمام يبقى ادي تاني اللي فوق دي ترابيز تمام دول اللي في النص النص رومبويدس ماينور ليفيتوس كابيلاس رومبويدس ميجور ودي دي اول مجموعه من نعم دكتور انتوا العضلات فاصلين ولا هم مفصولات كده اللي هم بينفصلوا طبعا بينفصلوا العضلات مع بعض فين فاشيه يا معاهم لازم نشيل الفاشيه ديت ونبدا نفصل يعني نوضح العضلات شويه المجموعه الثانيه من المصل هي الايه سكابيولار سكابيولار عباره عن ايه عباره عن ماذر and five children أم وخمس أطفال أيوة اسكابيولا ريجن اللي هو الشولدر شولدر ريجن أم كده حضن أولادها الخمسة مين بقى الأم الأول؟ الاكتراليس الأول كده الأول مش هنا هنا ترابيزيوس أيوة عكس الترابيزيوس في مصر بتاخد الأورجن بتاع عكس الترابيزيوس يعني بتاخد من الانفيريور ليب أوف ذا سباين واللاترال بوردر أوف ذا أكرونيوم وال ميديال تو لاترال تو لاترال ثيرد اوف ذا انتيرو بوردر اوف ذا كلافيكل المنطقه دي اسمها الدلتويد العضله دي الدلتويد ماسل هي دي الام تمام مين ولادها بقى احنا عندنا في السكابيولا في 3 فص في الدورز الاسبت في السباين بيقسم لي الدورز الاسبت 2 فص في السوبر سباينس فصه دي
اسمها انفراسبينس فوسا. وفي فوسا ثانيه هنا جوه سبسكابيل تمام. يبقى في عندي سوبر سبينس فوسا انفراسبينس فوسا سبسكابيل. كل فوسا في مصر بتطلع يا في سوبر سباينيتس مصر انفرا سباينيتس مصر سبسكابيلاريس مصر. والتلاتة ماسز دول اتاتش لمين؟ للسكابل، لازقين في السكابل، لازقين فيها. طيب تمام؟ ادي السوبر سباينيتس انفرا سباينيتس سوبر سباينيتس انفرا سباينيتس سب سكابلاريس. طيب فاضل لي كم من الخمسه؟ اثنين. احنا قلنا ان الميديال بوردر لاترال بوردر خلاص خلاص الميديال بوردر خلاص. اللاترال بوردر هنا في تو ماسلز ماسكين في اللاترال بوردر. ماسل صغيره هنا تحت اسمها تيريز ماينو. واحده هنا تيريز ميجر. يروحوا برضه الحين على الحين على اليومز. بقى دي بقى التويد محضر لها الايه الخمسه. على الخمسه. نعم. تيريز ماينو مكانها هنا مكانها هنا. شايف الحته الصغيره دي ده مكان التيريز ماينو. ده كله تيريز ميجر. يعني بتاخد الاورجن بتاعها من الباك اوف ذا انفيريور انجل اوف دي خلاص. يبقى دي تيريز ماينر دي تيريز ميجر. وما هذه هي تيريز ماينر هي. انت هو في اثنين تيريز ماينر هي. ايوه الجزء ده ده تيريز دي اول اسم خدتها عشان طب دقيقه مره ثانيه تكسر الخمسه هم الخمسه الخمسه ثاني. ادي السوبرا سباينيتس انفرا سباينيتس من تحت هنا سبس كابيلاريس. وبعدين عندي تيريز ماير تيريز ميجر تيريز ميجر. الام هي دي كلها دلتويد. طيب نشوف بقى كده المنظر على على العينه. ادي الام اهي هي مين الدلتويد مصر. فين الاورجن بتاعها؟ اوبوزيت ذا انسيج اوف ترابيزيوس. ترابيزيوس مصر اهي تمام. والاورجن بتاع الدلتويد هو ده دي كده دلتويد مصر تمام. طيب نشوف بقى كده عندنا كام فصه. قلنا 3 فصه 3 فصه. ادي اول فصه ادي السباين. فوق السباين يبقى المصر اسمها ايه؟ سوبرا سباينيتس. تحت السباين انفرا سباينيتس. يبقى دي سوبرا سباينيتس انفرا سباينيتس. طيب الفصه الثالثه اللي هي سبس كابيلاريس. اقلب بقى كده سبس كابيلاريس. انهي واحده فيهم بقى؟ دي لا اللي وراها. هذه هذه اللي وراها زي ما قلنا هي بتعمل ايه؟ لانها اتاج لازقه على السكابيلا. امال مين دي بقى؟ تابيز سريتس. لا سريتس هي اللي تجي اضاف بالضبط. ماشي احنا قلنا دلوقتي فوق شفنا السوبر والانفرا. عندي تو مصلز هنا باينين. في مصل اتاج للسكابيلا يبقى دي سب سكابيلاريس. مصل ماسكه في الفنترال اسبكت او ذا ميديال بوردر. هذه سيرتس كده يا المنطقه دي. شايفين في عندنا طول في مصل اهي. شايفين الخط ده؟ الخط ده اساس انتيريور. المصل دي سب سكابيلاريس. لخبطوا فيها على طول يتلخبطوا. يعني مثلا ابقى جايب انا ماسك سيرتس انتيريور. شوف انت عند السب سكابيلاري فص سب سكابيلاريس على طول. لا بس سب سكابيلاريس ديت اتاج للسكابيلا. تمام؟ يبقى ادي ده سيرتس انتيريور ودي سب سكابيلاريس. واضح؟ من اول تاني بقى من هنا دي اللي فوق سباين سوبر سباينيتس انتر سباينيتس سبس كابيلاريس سيرتس. فاضل لي بقى تو تيرز ميجور وماينر. الميجور كبيره الماينر صغيره. ميجور في الكبيره دي تيرز ميجور ماينر الماينر الصغير. فما شوف بس هذه اسمها تيرز ماينر هذه بس هي يعني هي صغيره كده. ايوه تاش ده الميديا اللاتر بوردر كلمه تيريس الدكتور تيريس كلهم مصر كلها مسكين مصر في البودي مش ماشيه مش ماشيه مش مع نفسها ما كل مجموعه مع بعضها. لما اجي اعمل سيكشن بنفرق مصر. يبقى دي كده تيريس ماينر تيريس ميجر تيريس ماينر تيريس هبان احسن في الباستيت دلوقتي هبان واضحه فين في الباستيت الباستيت. يبقى احنا قلنا في الاول بقى اول مصر دي اسمها ايه كبيره دي سيرتس. طيب ودول ماينر ماينر ليفيدور ميجر مصر ديت سيرتس دي انفرا سوبر سبيس انفرا سوبر سبيس ماينر تيز ماينر ميجر. لما اقلب كده سيرتس بابا بقى الكلام الصعب ده مينا وشي سيرتس فين دكتور استير دكتور فين
بوستيريور فايبرز قصدك يعني. اه فاهم. ما في هما انت مش مطلوب منك تعرف. بس انا عايز اعرف يعني البوستيريور في البوستيريور في البوستيريور هنا. لا دي بوستيريور فايبرز. هذا هو. فين البوستيريور فايبرز دي لاترال ميديال. كيف افرق بينهم بالضبط؟ لا ما مش دي فايبرز للفانكشن. متقسمه بوستيريور وميديال ولا هو الفانكشن هي كلها عظمة. تمام؟ نشوف بقى الكلام ده على التصنيف ده اسهل. اسهل بكتير. اول حاجه المصل ده. مين المصل ده؟ الديلتويد. كويس. ادي السباين. مين فوق السباين؟ ومين تحت السباين؟ شايفين بقى هنا؟ دي الاسمين. ادي واحده لوحدها اهي. شايفين دي مين بقى؟ الماينور. دي الميجر. يبقى ادي انفرا سباينيتس، سوبرا سباينيتس، الماينور والميجر. يعني مفيش حد الماينور لا الماينور مع الجريتر تيوبرستي. اه صح جريتر بوستي فيها ثلاثه سوبرا وانفرا وماينور. سوبرا سباينيتس انفرا سباينيتس ماينور جريتر بوستي. ليس البوستي فيها واحده بس سابا سكابيلاريز. اللي على بارك سابا سكابيلاريز. الثلاثه بقى اللي هم في الجروف اللي بين الجريتر والليسر ثلاثه مصص تيريز ميجور بكتراليز ميجور بينهم الريسمس والزاين. تمام؟ طيب نكمل كده لما اقلب كده بقى. مين بقى المصل دي؟ سابس كوفرز. ومين دول؟ انا سيرتس زي ما قلنا بقى ما تغلاش ان هي متقسمه بس هي مقطوعه. هي مقطوعه تمام. يبقى شايف كده الدنيا بقى سهله شويه. شوف هنا كمان نفس الفكره. مين المصر دي؟ ادي السباين اهو. انفرا سباينيتس. مين الصغيره دي؟ ودي؟ كويس قوي. والمصل دي؟ والمصل دي؟ ترابيزيس. تحتها اساس دي دي ترابيزيس. ترابيزيس صح برافو عليك. اللي تحتها بقى دي المستخبيه دي انفرا سباينيتس. سوبر سباينيتس. شوف دكتور. السوبر ايوه ادي السوبرا ودي ترابيزيس. تمام عشان الناس قدام وانا برضه على فكره عشان ما تلخبطش. عشان ما نلخبطش ليه بقى؟ نفس الشكل هنا بس هي مش نفس السبلاي ده مالي دعوه اليوم سيف العام في النظري. خلاص مش عارف هو النظري. ايوه دكتور. ادي سوبر سباينيتس. ايوه وادي الترابيزيوس. طيب الرمده دكتور. الرمده مش باينه هنا مش بس ليه مش هي المفروض هي دي مكانها بس واضحه اكتر على العينه. خلاص ايه المصر دي بقى دي؟ هذه سيرتس كابيلاريز. يبقى خلاص احنا اصعب حاجه هنا لو عرفت هنا طبق على اي حاجه سهله. البلاستيت اسهل بكتير من السوفت. من الايه؟ البلاستيت اسهل من السوفت. ايوه يعني عينه البلاستيت ديت اسهل من عينه اللايف. خلاص بقى انتم الاغلب دكتور تجيبون اثنين. يجي ده لسه عندك ارم وفور ارم عندك كلام كتير وعندك لور عندك يعني. طب يجي من ده وبيجي من ده. طب ماشي لو تحدد لي سر الرمدوي بس يعني نسيت كان معلم الرمدوي. دي المولس ماينور الماينور واللي تحت الميجر واللي فوق الليفيتر. ايوه ايوه خلاص تحدد بالسباين. السباين طيب شوف كده نفس الباين في نظري ما ما يجي عملي ما راح يسالك عن العملي يسقف العملي طبعا يعني. انا ما هو دلوقتي العملي يجي ازاي؟ لو جبنا اجابتك مثلا مصر زي كده زي سوبر سابس كبير منشن اس نيرف سبلاي اف اس باي اكس نيرف سبلاي سوبر سكابر ايوه اكشن اكشن مثلا يقول بالغ يعني كله نظري نظري ما هو بيجي نظري ما هو دلوقتي بيجي الامتحان على صوت زي دي اي مصر اي مصر في الابر او في اللور حاجه سؤالين عليها نيرف سبلاي واكشن. طب لو انا عايز اوجر سيشن بقى اجيبه ازاي على البون ايه مثلا تمام وعلمناك المكان ده اقول لك اسمه ايه المكان ده تقول جيتا ديبروستي منشن ماسلز اتاج تقول لي كذا وكذا بس تعالى اللي هم لا اللي هم السوبرا والانترا والثينز ماين. اجيب لك مثلا هنا اقول لك مين اللي ماسك هنا الماسل ده تقصد الزوار يبقى عرفنا. انا ما بقولكش بقول لك اوجر سيشن على البون هحطلك علامه على البون مثلا هنا او المصل هنا دي ده ليس ليس بروستي ايه المصل سابس كابيلاريز. ليه ما خدنا كارب 1 والاشياء الثانيه فين كارب 1 كارب 1 نفسه نفس الكلافيكال مع انا دلوقتي احنا حاجه معينه طيب المصل 12 مصل حبه حت كابيلا الظاهر. شوف بقى نفس الكلام ايه المصل دي؟
سابسكابولاريس صاف هذه سكابيولاريس اي عفوا سابسكابولاريس ايه دي مين اللي فوق ديت ترابيزيوس سوبر كده انا ماسكه فين اهي عكس الاستيشن عكس الاورجن السوبر تبقى الانفر السوبر تبقى جوه شويه ايوه اتجد البومبرام عامل فاصل كده يبقى دي مش السوبر خالص تمام بقى ترابيزيوس دلتويد واللي هنا دي سابسكيبس لما نشوف دي كده نفس الفكره برده الماسل دلتويد ماسل طيب. ودي ترابيزيوس نفس الفكره ترابيزيوس طيب مال دي بقى ميجر اللي فاتت ميجر لا ليه بقى زي ما قلنا باخد من الباك اوف ذا انفيرو انجل ورايح على الباسترو بروف طب ليش مو بالميجر دي الميجر انتوا فاهمها ها ميجر انتوا تقولوا ماينر ميجر ماينر معلش يا غلطت الماينر لو ماينر جاي منين منطقي ايه مش واضحه عشان الناس صغيره عشان الاثنين مش مع بعض وصغيرة شو حجم صغير بس انت لو مشيت معها كاناتومي الباك اوف ذا انفيرو انجل وتروح على بسلو بروف اللي دي عطوه دي ديزميشن رومبويد رومبويد برضو مش وقت رومبويد شو هي اصلا مصر انا يعني كذا مرة ساعة الرومبويد هي رومبويد رابحة اكتر هنا بس وزي تفرق بينهم بين الرومبويد وال ما واحد على الاتفال بورد واحد على الميديا البورد على السوبر رومبويد على الميديا البورد اللاتر بوردر عليها بس الاثنين دول صح تيرز ماي معلش سباي خلاص في تحت الرومبويد سيراتس بوستيريو لا مش تبع خاص مش ما بيهم خاص مش تبع خاص انت تبع الباك الباك اصلا ثلاثة لير الفيرست لير خمسة مصر اللي هم عليه السكند مش عليه تمام شكرا يا دكتور في باقي شيء هنا بيشرح لنا شيء ثاني ولا لا دكتور أسئلة حاتم هذه فقرة أسئلة حاتم في جريز كبير في جريز فور ستودنت تلاقي كلام بس عن السوبر انفرا كلمتين اورجن ديستيشن انفرا كلام بسيط جدا لو عملنا شغل في تيبلز تمام يعني بالنسبة للأمصال والاتاجمنت حقاتها لازم أقول الأوريجين كذا 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 والإنسيرشين كذا كذا تبقى عارفه عشان أجيب لك ألبوم كعمل زي ما قلت لك كده بس أحكي لك على الإسكابيلا أجيب لك المكان السابسكابيلا يعني أنا وش أقصد؟ المصل اللي أتاجد هنا وإنه بصور الأكشن يعني ما أسألكش أنا في نظري منشن إتس أوريجين آه إن جنرال يعني بس تيجي على البون هو مديت البون مصل يعني البون على المصل زي مثلا أجيب الإسكابيلا زي ما قلت لك كده أروح أعلم السوبسكابيلا قصة منشن ذا مصل اتاج يعني اذكر الانسيرشن والاورجن منشن عشان نفس سبلاي عارفه على البون عارفه على البون على البون نفسه اه بس مش هقوله لك انا مباشره مش هقول لك قول الاورجن بتاع السبسكابلات مش هقول لك انا آه. انا هشوف غيرهم غيره مش على البون اجيب مارك على البون مين المصل اللي هنا لو انت مش عارف ان السبسكابلات السبسكابلات في وسطه مش معناته مش عارف اصلا ايوه كده حاجه مش فاهم ليك نتابع